خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وبمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. تم الإعلان عن مسابقة بعنوان بطل من بلدنا للأفلام القصيرة. المسابقة بتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وبتقدم من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام. خلونا نتعرف عن تفاصيل هذه المسابقة بشكل أوضح من خلال المكالمة الهاتفية اللي معانا للأستاذ مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ جمانة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر، وتوضح لنا الفنون اللي بتشمل هذه المسابقة ونوعية الأعمال المقرر تقديمها. هي وزارة التضامن أعلنت عن مسابقة بطل من بلدنا، وهي مخصصة للأفلام القصيرة، سواء كانت أفلام روائية قصيرة أو أفلام تسجيلية قصيرة. مدة الفيلم ما تزيدش عن 5 دقائق، ورصدت ليها جوائز مالية الأفضل 6 أفلام. قيمة كل جائزة 10,000 جنيه لكل جائزة، وآخر موعد لاستلام الأفلام هو 25 سبتمبر الجاري. المسابقة بتتقسم ل3 محاور. انت تقدر، اي شاب او اي محترف يقدر ان هو يقدم على المسابقة من خلال 3 محاور داخل المسابقة، وهو بيتكلم عن قصة نجاح بتشكل بطولة في اي مجال، سواء كان اجتماعي او ثقافي او فني او علمي او رياضي. او بيتكلم عن بطل من ابطال اكتوبر في عيون صانع الفيلم نفسه، سواء بيتكلم عن قصة عاشها أو شايف بطولة أكتوبر في نظره إزاي، سواء كان جده، سواء لو الشخص نفسه ده موجود وبيحكي عنه أو بورتريه عنه. والمحور الثالث هو بطل من وحي الأزمات. فبنشوف مثلا بطل في أزمة كورونا أو في أزمة اللاجئين، ودي بتشمل طبعا مبادرات المجتمع المدني أو أفراد قدروا إن هم يتدخلوا وقت الأزمة ويبقوا أبطال. طريقة التقديم بتبقى من خلال الإيميل اللي تم وضعه على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، هو october6.mostcontest@gmail.com. يقدر إن هو يرفع الفيلم بعد ما بيخلصه على مثلا لينك جوجل درايف، أو بيبعت لنا في مظروف على عنواننا في 19 شارع المراغي بالعجوزة، ويقدر إن هو يتواصل من خلال حتى الواتساب أو السوشيال ميديا، ويبعتوا لنا اللينك على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي. طيب قبل ما ننتقل من النقطة دي، فأنا بحضرتك قلت إنه ممكن يتواصل عن طريق الواتساب، فبالتالي في رقم مظبوط؟ الرقم الرقم هو 012-235-69883. نقول الرقم تاني، 012-235-69883. ويمكن الوزارة بتسعى من خلال المسابقة دي، لأن يمكن حتى معالي الوزيرة دكتورة نادين القداشي، وده يمكن الرسالة بتاعتنا، إن إحنا بنحاول نرفع وعي المواطن البسيط من خلال الفن ومن خلال السينما بشكل عام، لرفع وعيه بقضايا التضامن الاجتماعي. والوزارة يمكن ليها باع في الإنتاج المحتوى الفني من أفلام تسجيلية. إحنا وصلنا لحد النهاردة لأكثر من 100 فيلم تسجيلي خلال 8 سنوات الماضية، قدرنا إن إحنا نحكي بيها قضايا الاجتماعية والتنمية في ملفات عديدة في الحماية والرعاية والتنمية داخل وزارة التضامن الاجتماعي. هايل يا فندم. طيب بكل تأكيد في شروط لهذه المسابقة أو للتقدم لهذه المسابقة، لو حضرتك تطلعنا يا فندم وتطلع السادة المشاهدين الشروط المقررة على المتقدمين للمسابقة اللي لازم تكون متوفرة، إن كان في الشخص أو حتى في العمل الفني. اي حد يقدر ان هو يقدم على المسابقه، ان الفيلم ما تكونش مدته اكتر من 5 دقائق، بيصور باي معده تصوير هو يقدر ان هو يحكي بيها قصته التسجيليه او حتى الروائيه القصيره، حتى ولو بجوده صوره الموبايل. يقدر ان هو يعني يوصل لنا ابداعه بشكل مختلف،
يقدر ان هو يخاطب بشكل ثالث النشء والشباب، ان يكون صالح طبعا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا الموضوعات في الثلاث محاور، كل محور يبقى فيه جائزتين، سواء كانت قصة النجاح أو بطل من أبطال أكتوبر أو بطل من وحي الأذانات. نعم. طيب أستاذ مهند، عاوز أعرف من حضرتك أعمار المشاركين، هل هي أعمار محددة ولا مفتوحة، ما فيش سن معين مقيد بالمشاركة بهذه المشاركة أو في هذه المسابقة تحديدا، وماذا عن حقوق الملكية الفكرية كمان؟ الفيلم مفتوح لأي حد حابب أنه هو يشارك. وبالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، هو طبعا بدخول المسابقة هو بيخول الوزارة أن هي تنشر هذا الأعمال اللي هتكسب على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها سواء عرضناها في محافل مختلفة، سواء يوم عرضها إن شاء الله في الاحتفال اللي هنقيمه لتوزيع تلك الجوائز، أو في استخدامها على السوشيال ميديا بشكل عام. طب برضو حابين نعرف من حضرتك يا فندم عدد الجوائز داخل مسابقة الأعمال الناجحة، وكمان قيمة هذه الجوائز. إحنا عندنا 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، وقيمة الجائزة الواحدة 10,000 جنيه. ده اللي موجود حاليا في كل قسم منها من الـ3 أقسام هيبقى فيه جائزتين. طيب. يعني احنا كده بنتكلم على واقع فيلمين في كل قسم. فيلمين في كل قسم هيتم اختياره. طيب والاعلان ده هيكون امتى؟ ان شاء الله من المقرر هيبقى في اول اسبوع في شهر اكتوبر، هتقيمه يعني وزاره التضامن الاجتماعي. طيب يا فندم، يعني حابه برضو اعرف من حضرتك مين القائم على اختيار الفيلم الفائز؟ مين اللجنه؟ هل في لجنه ولا بيتم ازاي؟ احنا عندنا لجنة تحكيم الصراحة بتضم قامة كبيرة جدا من العاملين في مجال النقد والتقييم السينمائي. معانا الناقدة الكبيرة الدكتورة ماجدة موريس، ومعنا الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ عاطف بشاي، معانا الأستاذة السيناريست أيضا بالمعهد العالي للسينما الأستاذة بالمعهد العالي للسينما الدكتورة سناء هاشم، ومعانا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة شعراوي. يعني قامات كبيرة كلها. نعم، قامات كبيرة كلها. طبعا قامات كبيرة ليها باع في كمان تقييم الأفلام في مختلف وكبرى المهرجانات السينمائية في مصر وفي وطننا العربي. نعم. ويمكن احنا بنرصد يعني اهتمام بالغ يعني في ملف حتى الافلام في الوزاره، لان احنا بنؤمن ان اي حد هيقدر يعني يحكي قصته بشكل مختلف وبرؤيه ابداعيه مختلفه، وشباب قادر يفكر وقادر ان هو يحكي قصته بطريقته، دي كمان الحقيقه يمكن خطوه مهمه جدا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ مهند دياب، مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي. شكرا لحضرتك.